السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. قبل ما نتكلم عن مفاجأة مرتضى منصور الخاصة بقناة نادي الزمالك، تعالوا نعرف بعض الآراء والتصريحات على مباراة الزمالك وفيوتشر، وبعض الكلام عن اللاعبين والاستخدامات الخاصة بالنادي الأهلي. علي ماهر المدير الفني، طبعا جماهير نادي الزمالك ادته وثبته وشتمته، حتى جمال عبد الحميد زي ما قلت لحضراتكم شكك في انه فوت للنادي الأهلي. جمال عبد الحميد وبعض جماهير نادي الزمالك والاعلاميين والدرديري تحس ان هو هم مثال غير جيد لمن يظهرون على الشاشات، يعني زي ما قلت قبل كده. علي ماهر بيقول لك لعيبه بيراميدز قدموا كل شيء في فنون كره القدم، لكن التوفيق غاب عننا والزمالك ما يستحقش الثلاث نقاط. انت تستاهل يا علي ماهر لسبب بسيط، انك صبرت كتير على اللاعب احمد رفعت، وايضا دفعت باحمد عمر كمال عبد الواحد اللي ملوش اي وجود خالص. وبعدين عمر كمال عبد الواحد طالما بيقول لك كله بيتسابق على الزمالك، عمر خدوا عمر كمال عبد الواحد، لاعب تالق موسم مع النادي المصري وراح فيوتشر، ما لعبش، راح لعب منتخب مصر، لعب شويه وبعد كده خلاص راحت، ولا هينفع عمر كمال، يا ريته يروح نادي الزمالك. يعني بمناسبة أحمد رفعت، زي ما قلت حضراتكم والكلام عن اللعيبة أحمد عاطف أو حتى شادي حسين، بيبقى في إيدك لعيبة جيدة، مش عاوز أقول جواهر ومش عاوز أقول نبالغ، لكن لعيبة جيدة من وجهة نظري أفضل من هؤلاء اللعيبة، ونبص لبره وما نبصش على اللي تحت على اللي في إيدينا. يعني عندك اللاعب أحمد ياسر ريان، لاعب أجاد جدا مع سيراميكا، كان هداف الدوري مع نادي سيراميكا وهداف نادي سيراميكا في وجود شادي حسين، والناس والاعلام ويقول لك شادي حسين شادي حسين. راح لعب في تركيا اجاد في فرقه تقريبا في مؤخره جدول الدوري التركي، وجاب اهداف كثيره اكثر من مصطفى محمد اللي موجود في نادي جلاتا سراي، والراجل موجود معانا. الناس يقول لك عايزين شادي حسين، عايزين احمد عاطف، عايزين مين؟ مع احترامنا عملوا ايه؟ ولا هيعملوا، هو هيجوا وهيقعدوا سنه وياخدوا جرشينات ومنين، اتكلوا على الله. مش دول عايزين لعيبه تقدر تتحمل الضغوط ولعب نادي، دول لعيب يتالق في فرقه في وسط الجدول امام الاهلي امام الزمالك ماتش ماتشين ثلاثه. الدور الاول كان احمد، فين احمد عاطف؟ الدور الثاني مفيش. كابتن احمد شوبير بيتكلم عن بيان الشركه المتحده للاعلاميه، بيقول لك يدرس، ايه اللي يدرس فيه؟ يدرس السنان مثلا تقصد، ولا يدرس ايه؟ يدرس في ايه يا كابتن؟ يعني انا مش فاهم، نهدى بس شويه عشان نشوف. يبدو ان مرتضى منصور مخبي حاجات كتير، يعني مفاجاته كثيره. يعني الوحيد اللي بيشيد بالتحكيم في كل المباريات هو نادي الزمالك، وحتى فيريرا بيقول لك التحكيم المصري عادل، ومشكلتهم انهم بيشتغلوا تحت ضغط كبير، ومن ولايه الاولى نادي الزمالك ونفس المشكله موجوده. شفنا كلنا الاداء التحكيمي لمحمد الحلفي ونادي الزمالك، وكمان يا اخي الزملكاويه بيشتموه بيهينوه بيهاجموه، يقولوا انه كان ضد نادي الزمالك. حقق العداله كده كده بتتشتم، كده كده بتتهان، وحققوا العداله. لكن على ما يبدو مش عاوز اقول انها تعليمات واوامر كلام من هذا القبيل، لان الامور واضحه، المواقف التحكيميه المتناقضه هنا وهنا واضحه. قلت لحضراتكم في المنتخب الارجنتيني كان طالب انه يلعب مباراه وديه مع منتخب مصر هتكون في شهر نوفمبر، هل هيوافق الاتحاد المصري وروي فيتوريا؟ طبعا هيلعب ماتشات وديه في شهر 9 تقريبا مع فرق مستواه قليل، يعني مش هيروح يواجه الارجنتين اول مره شيل له 5-6، ده احنا شلنا من كوريا تقريبا 4، نروح نلعب الارجنتين وميسي؟ هنهزر بقى ولا ايه؟ بيلعب ماتشات وديه يعرف اللعيبه ويقيم اللعيبه، وبعد كده هل هيلعب ولا مش هيلعب؟ لان على ما يبدو ان الارجنتين مش هتلعب بس مباراه مصر، هتلعب مع المنتخب الاماراتي في ابو ظبي، وايضا مباراه المنتخب المصري هتكون في الامارات في ابو ظبي. مرتضى منصور طبعا يعدي اللي حصل ده؟ لا ما يعديش. بعد الفوز على فيوتشر عمل مداخلته على قناه نادي الزمالك واشاد بجمهور نادي الزمالك، والبطل هو الجمهور ومش عارف ايه، واشاد بيه وبالمدير الفني المحنك، وشاء اشاد بيه
احمد الامير مرتضى منصور اللي راحوا رغم الظروف رغم الصعاب وتعاقدوا مع المدير الفني، وقال لك بنبارك لاحمد وامير كالعاده، يعني ابقى اولاد مرتضى منصور صاحب العزمه. وطبعا دخل في هاني زاده كالعاده في الاونه الاخيره، لمجرد ان هاني زاده كلف طارق جميل سعيد المحامي انه يرفع دعوه ببطلان وجود مرتضى منصور او بعزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك بسبب ان عليه حكم بالحبس مع وقف التنفيذ في قضيه الكابتن محمود الخطيب. فهاجم هاني زاده وفتح القصه. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني ناس كانوا مع بعض شواكلين شاربين قاتلين مع بعض يا لمبي، فجأة اختلفوا، فكل واحد رمى اتهامات على التانية. سمعنا تسريب طبعا لأحمد لهاني زادة بيتكلم ازاي عن مرتضى منصور. مرتضى منصور طالع دلوقتي بيقول لك واخد فلوس ودفع له 45,000 جنيه عشان ما يتحبسش، و28,000 دولار، وكان بياخد الفلوس يحطها في حسابه في فوايد وفي كلام من هذا. قضية العملة اللي كنا بنتكلم فيها تاني، والزملكاوية ما كانوش مصدقين وكانوا بيدافعوا، بنقول تجارة العملة يقول لك لا هات الساعات يا خطيب. عرفت سبحانك يا رب مع الوقت كل حاجة بتظهر، مين صاحب الحق ومين الاتهامات باطلة. أنا أول ما أشوف واحد بياخد هدية يقول لك هات الساعات يا خطيب، يعني لكن ربنا يكرمهم ويهديهم، وزي ما بيقولوا كده المجانين في نعيم. واتكلم كلام مهم بخصوص الشركة المتحدة اللي بتدير قناة نادي الزمالك واللي بتدير قناة النادي الأهلي. طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تاني من ضمن شركاتها شركة إعلام المصريين اللي بتدير قناة نادي الزمالك، ومن ضمن شركاتها شركة استادات التابعة ليها لايف اللي بتدير قناة النادي الأهلي. الاثنين ملك لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقال لك ايه بقى؟ عايز اقول ان اللي طالع من الشركه المتحده هو اللي خاسر، لانها بتدفع اجور الاستوديوهات والمذيعين وبتديك المواد الفيلميه اللي بيتم اذاعتها. بكره في بيان مهم فيما يخص الجمعيه العموميه وحضور وجمهور الزمالك، وهيسعدهم اللي احنا هنذيع البيان على قناه نادي الزمالك. البيان ما يخصش بن شرقي هو بيقول ولا رجوع النادي الزمالك، هو طبعا يخص النادي الاهلي والفيديو المحذوف والكابتن محمود الخطيب. قال لك هنوري الناس مين المسؤول عن المحتوى اللي بيتحذف ويتم بثه، مين المسؤول عن المحتوى اللي بيتحذف ويتم بثه، وبنحترم العقود الموقعه مع الشركه المتحده، وانا ما قطعتش القناه ولكن هي اللي قطعتني لاسباب سياسيه. بكره ان شاء الله هنقول خبر مهم جدا جدا يسعد جمهور نادي الزمالك يتعلق بالقناه. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، طبعا هو قاطع وطلب من اللعيبه انها تقاطع القناه، قال لك القناه اللي قطعتني لما منعته، وريتكم واتكلمنا قبل كده في وقتها انها طلعت خطاب بمنع مرتضى منصور وانه يعمل مداخلات، لكن بعدها هو بناء على ذلك طلب قال لك مفيش لعيب، مش انت بتمنعوني ها ان انا مفيش لعيبه طالع معاك حراك قاطع، يعني مش انت اللي طالب مقاطعه القناه باللعيبه وما ظهروش بالفعل. يعني هو طالع النهارده بينكر ويقول لك ما حصلش، لكن هيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب. وهنا في حاجه مهمه، كلام مرتضى منصور على ما يبدو انه ممكن يطلع البيان يتكلم عن القناه وانه متمسك بشركه الاعلام المصريين وبقائه، كلام من هذا القبيل، وده اللي اقرب انه ممكن يحصل وممكن يبقى مع اعلام المصريين التابعه للشركه المتحده. وطبعا الامر مش هيخلو من هجوم على الكابتن محمود الخطيب زي ما هو وضح واشار يعني. لكن لو الزمالك خرج من اعلام المصريين، لو قناه الزمالك خرجت من تحت عباءه اعلام المصريين، القناه مش هتكمل، لا عندهم القدره الماليه انهم يشتغلوا على ذلك، ولا حتى عندهم الغطاء من قبل المجلس الاعلى للاعلام. الزمالك خد اكتر من مره قفل قناه الرافدين بتاع سعيد حساسين، وكان غرامه على قناه المحور، وبعض والبرنامج اتوقف على قناه المحور لان كانوا بيشتروا ساعات هوا، ما كانش في غطاء من قبل الشركه التابعه للدوله. فدلوقتي خلاص لما كانوا بيغلطوا والنادي الاهلي يا دوب مثلا يرد، يجي المجلس الاعلامي يقول لك بقى التراشق، والاثنين التراشق بتوع القنوات اون التابعه برضه لاعلام المصريين، فكان بس بيتكلموا كلمتين على خفيف كده. لكن ما شفتش مذيع باستثناء مثلا احمد جمال يتوقف تقريبا شهر او حاجه زي كده ورجع تاني، رغم كل المخالفات دي كلها
لو هما موجودين على قناة أخرى بعيدا عن وشركة أخرى غير شركة المتحدة هيتوقفوا. لكن النهاردة أنت لما تيجي تكلم مثلا المجلس الأعلى للإعلام، نقابة الإعلاميين، يقول ده الدولة، قناة ده الشركات تابعة للدولة، ما ينفعش، والدولة بتستفيد والدولة. لكن لما يمشي فهينضر كثير. عشان كده مرتضى منصور لابد بيطلع مع مجدي عبد الغني، مش فارق معاه قناة مجدي عبد الغني تتقفل ما تتقفلش، مش فارق معاه. لكن هنا هو لابد لأسباب كثيرة، بسبب الفلوس، ما عندوش إمكانيات، بقول لك ما عندوش استوديوهات. الأهلي عنده شركته الإنتاج، الأهلي عنده وبرضه النادي الأهلي، ما أنت هيقفلك على السقطة واللقطة بقى. هننتظر وهنشوف بكرة، لكن بنسبة كبيرة ربما يتم استمرار البيان، يطلع يقول لك أنا متمسك، وهو أنا بقول لك أتمسك بالعقد يعني، وهو يعتبر كده أعلن عن البيان إن هو مكمل مع، او هو عنده رغبه كبيره انه يكمل مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. طبعا يتكلم بقى عن بن شرقي ويروح الزمالك او ما يروحش، ما يمناش فيه مصطفى فتحي وفلوسنا ومفاوضات النادي الاهلي مع التعاون، قال لك لا فلوسنا 7 شهور، شهر 7 لو عدى هنشتكي في الفيفا، هتتوقفوا عن القيد، كلام من هذا القبيل. وطبعا هاجم بعض جماهير نادي الزمالك اللي بتطالب بحكام اجانب، بيقول لك انتوا عارفين حاجه، مش عارفين حاجه، اهمدوا، ما عندكوش اي شغلانه، احنا عارفين احنا بنعمل ايه والدنيا، بلاش تمشوا ورا السوشيال ميديا، عندكم فريق قوي ولاعبين على اعلى مستوى، واللاعبين، وطبعا اتكلم عن صرف المستحقات، يعني زي ما بقول لحضرتك هو بيشكر في التحكيم المصري، وفيريرا المدير الفني بيشكر في التحكيم، الفرقه الوحيده ورئيس النادي الوحيد اللي بيشكر في التحكيم المصري، افهموها انتوا، معروف يعني خلاص. يعني 17 نادي بيقولوا لا، وعم عباس الضو بيقول هو بقى اللي هو الصح يعني، مش فاهم، يا ريت عباس الضو. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم.